ها شنو اسمها هاي الدبكة؟ شيخانيتي. علميني عليها؟ بس ما اعرف. اي طبعا اليوم راح اتعلم دبكة جديدة من دبكات الاكراد، شنو هي؟ هكذا؟ اي اوكي اوكي. والله راح اتعلمها. تعرفون انه هي هاي الدبكة، هي اسمها الدبكة الكردية، موجودة بمحافظة دبهار. خلينا نتعرف اكثر على هاي العادات والتقاليد. احكي لنا عن الاجواء اليوم هنا بنوروز. والله يعني فعلا نار، ويعني كثير احنا متشوقين مثل هذول المناسبات الحلوه، وكثير متحمسين، وشيء كثير حلو. زين هذا اللبس احكي لنا شويه عليه. هذا اللبس شيء كثير مقدس يعني عنا احنا الكرد. احنا كثير انه هذا الشيء انه كثير مقدس عنا ونحترمه كثير. ايش قد صار لكم تتحضرون لاعياد نوروز؟ مباشرة الصبح شنو راح تكون الأجواء؟ نحن قبل بعيد نوروز بيوم بيومين يعني بنحضر لهذه الأجواء، ومثلا هذا اليوم احنا بنشعل النار على قمم الجبال هيك، وبيوم نوروز بالذات الساعة 7 أو 6 بنطلع مشان هذول الأجواء. مرحبا، نوروز سعيد ان شاء الله عليكم. احكي لنا عن اعياد نوروز وعن هذا اليوم، شنو هي احتفالاتكم، شنو هي اجواء؟ والله عيد نوروز يبدا بال 21 اذار، وكلش فرحانين بعيدنا، وعيد كل الامهات ان شاء الله يخلي كل الامهات بخير ان شاء الله يكونوا يا رب. هو عيد نوروز وهم هو عيد الام. ايه زين، شنو هي اجواءكم باكر، شنو تحضيراتكم؟ تحضيراتنا نطلع مشاوير وننبسط، والله يطول بعمر امهات كلياتهم يا رب. ان شاء الله سنه سعيده. انت ام؟ يا رب. ايه شنو تقولين لاولادك؟ اقول لهم يكونوا بخير وسلامه، والله يسعدهم بحياتهم يا رب. شكرا لك. تسلم يا رب. فكن ان شاء الله. خليك.